بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عسلامة، مرحبا بكم، توحشتكم برشا. عندي قديش من نهار ما تصورتش أنا، حتى اللي حطيتهم البارح وقلت البارح مواضيع، ومش البارح قلت البارح، هذوك مسجلها من أردين وكانوا بريفي وهبطوا لي، أنا مشيت لدارنا الحقيقة ما لقيتش، ما عنديش وقت باش نصور. تعرفوا انا قريب قريب نسافر، فكان نمشي بحذا امي وجوجو ودارنا نحب نشبع بيهم، فهمت؟ هاني مروحه توا، جايه نردي مشي روح بيا، انا مروحين توا لسليمان. حتى فطوري والله زيت فطوري من عند جوجو، ما حبش عامله كسكسي بالدجاج العربي، قالت لي ليه والله باش نحب نعطي فطور نوردين، يا بنتي خلي تو نفطروا، حنا خلينا نرجع لكم بعد شوي. هاي نرجع لكم عسيلو. كانت رمبوا فيها البوليسيز، واحد يحترم يعني نقطه التفتيش هذيك. عسيلو قلت لك شد صحيح، قالت لي نحب نبعث نوردي كسكسي، حتى الحار ما عملتوش حار، باش خاطر نوردي ما يحبش الحار، وان شاء الله مروحين للدار. عطاو نعديكم عندكم نوردي اذا كان باش نتكلم معاكم شويه، وممكن العشيه مش مشيو للثانيه يمكن ولا ليه؟ مشيت انت البارح الثانيه؟ كلمتني حقتي في الثانيه وقت كلمتني هاي اسيدي هيك. هاو سلم عليهم قبل ما نعدي شنو هاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بكم، وان شاء الله تكونوا بخير وعافيه، ان شاء الله اياماتكم كلها تكون ايام توا، الايامات دخلت معانا توا، دخول المدرسه، مولد، على صيف، على قروس صيف، حيث كلها الناس كل تسلت تسلتين من الفلوس. خاصة تلامذة ومدارس ومدارس وعيد ومولد، المهم ان شاء الله تكونوا بخير. هيك الايامات كلها يتعدى، الصيف يتعدى، مولد يتعدى، المدارس تتعدى، المهم الصحة لاباس. الصحة لاباس، هذاك أهم حاجة، أهم حاجة الصحة. وتكون عندكم صحتكم لاباس عليكم، هذيك هي بالدنيا كلها. الحمد لله. اليوم كان هبط للمحمدية قبل ما يجيني، قال لي عملت دورة كبيرة على ساقي، خاطر هو كان قبل يسكن في المحمدية. فهمت؟ واليوم قال لي عند توحشت المحمدية ومشي على ساقي. هو وصاحبه عملوا دورة كبيرة، قال لي حبيت نشوف عندي برشا ملايين. المحمدية طولت، هي العاصمة نتاع تونس الإدارية توا، ما تصدقش قداش توا السروبات ماخذة مشروع في المحمدية، تباع الكل، تباع الكل، التقسيمات كلها تباعت يقولوا. ما شاء الله. باش تزيد 70,000 ساكن أخرى. ما شاء الله. 70,000. تصور أنت وقت اللي تكون البلاد فيها 250,000 وتزيد 70,000 تولي في 350. دولة واحدة. وغالية برشا، يحكوا لنا على الديار في بقايا ما كنتش تتصورها أنت، ما كنتش نتصورها أنا، الديار هذيك تتباع، الدار ما فيهاش 200 متر وأقل من 200 متر ب 300 مليون في الوقت الحالي. الحمدية. إي. فين بلاصة بالليل؟ الفوق في السرايا القديمة. القديمة الفوقانية. 300 مليون. وفي مزرس حكاية وفي هبطة. ليش في بحث التراث؟ ليش بحث التراث القديم خاطر؟ لا ليش دخل التراث القديم؟ 300 مليون يعني بناها سروبات تاع حشيشة هذيك، 300 مليون يقول. ما شاء الله. وما فيها حد شيء، يمكن فيها 150 متر ولا أقل، أقل من 100 متر يعني 300 مليون. هو بصفة عامة غلية في كل بلاصة. غلية. ديار. يعني واحد باش يشري دار يعني لازقه في خاطر هما الكوندو هذوما يسموهم صف نتاع الديار بحذا بعضهم، لازقين لبعضهم كلهم الديار ب 300 مليون زاد يعني برشا فلوس، غالية برشا. واحد 300 مليون مش يشري بهم قطار برا وما هزتوش لا بالضوء ولا بالماء لا حسب حد شيء، يقعد يحوس برا يعمل جو وحده ولا يشري دار 100 متر وفيها 300 مليون.
المهم الواحد دويرة إن شاء الله. غليت برشا برشا طوي معناتها البقعة اللي فيها يمكن فيها 10 هكتارات ولا أكثر كلها تقسمت وكلها ولت كياسات وتباعت بكلها زادة وتباعت مش حتى تقسمت وتباعت خاطر قريبة لتونس 10 كيلومتر 14 كيلومتر على تونس وقت اللي كانت قبل على وقت كنا صغار كانوا شكون يسكن في المحمدية لا المحمدية يحكي لي على واحد صاحبه خوف كيف يحكي لي على واحد صاحبه قال لي يسكن في رادس كان قبل يقول له مش يسكن المحمدية لا المحمدية لا هذا توا شافوه عملوا دوره قال شنو هذا هذه المحمدية كنا ولد تغير التغيير كامل وتقريبا ماذا ما مناطق تونس كلها اغلبيتها كانت ريانة وصلت حتى الجبل عمار ريانة وصلت قريب باش توصل بنزرت في البلد الشعب التونسي الكل مولوا ان شاء الله على الشعب التونسي المدينة كبروا وزادوا عملوا اولاد والولاد نتاعهم بلاد بلاو فوق بعضهم فوق بعضهم حتى لين تعبت بعد تالي فوق بعضهم بعد تالي كهو هذيك هي الحياة كل شيء ولا شيء ولا غالي باش تبني والناس تبني والله العظيم شفنا ديار غاديكا ما تصدقيش البني برك يتكلف يمكن 500 مليون البيت مين قال لي استاذ في الجامعة هذه قال لي قروض وديون قال لي اذا كان بني عرس راهو باهي الشهر الشهر قال لي كان يبني عرس راهو عمل حاجه كبيره ياسر من منين جات الفلوس هذه كلها قروض نرجي ياخذوا قروض قروض شنو هو قروض ما يكون البنوك ايه ليه مش قروض اغلبيتها كاش فلوس 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 موجوده الفلوس عندهم فلوس ما تعرفش منين كل واحد كيف يدبرها دبر راسه المهم الفلوس زيتون اكبر من زيتونتنا كبار انا 4 سنين 5 سنين 6 سنين انا 6 سنين كل واحد ربي عينه كيفاش يعمل كيفاش يخدم كيفاش يريقل اموره حتى واحد ما يعرف كيفاش يجيب ما يهمناش احنا يجيب ولا ما يجيبش المهم الواحد في روحه ما ياكل كان الحلال وكهو الحمد لله ان شاء الله ديما يا ربي كيكا ما يقربش للحرام يعيش في كوخ يعيش حتى في زوز حدد هكايا زوز يعمل زنكه هكايا ويلقى تحت منها وهو في الحلال خير ما يعيش في قصر وفي كل حرام ما ينفعش حسيلو حبينا عالسريع خاطر ما عنديش فيديو قلت خليني نسلم عليهم وانا مروحة لسليمان بعدك نوصلوا الدار نوريك باش نحب نوريكم الفطور اللي عطا من عندنا نجيب ان شاء الله باش نسلم عليكم ونقول لكم قبل ما نتعدى نقول لكم كل عام وانتم بخير ومولد نبوي الشريف ان شاء الله عليكم مبارك ونختم احسن حاجة بالصلاة على رسول الله ما صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته وصلنا إلى سليمان شكر بحر الأزرق ما عادش ناس شعور برج صدري ما هي تابع سليمان لا ولا لا سليمان واحد برج صدري واحد شوف الدنيا البني ريتي البني يعني انا كنقول برج صدري يعني بلاستي نقول برج صدري برج مش سليمي لا احنا ليه مش برج صدري احنا بعد برج صدري سليمي احنا حي سنوبر سليمان الجنوبية سليمان سليمان الشمالية شمالية. المهم الحمد لله وصلنا بخير ناخذ شوية هندي ديما هذا يسمي صاحبه نور الدين ديما يشري من عنده
اخذنا شوي هندي بالكيلو بيع في الهندي بالكيلو قد ايه الكيلو قد ايه الكيلو ولا ما نعرف مره قد ايه بيع لك الكيلو الكيلو نتاع الهندي ب5000 ولا يبيعوا فيه بالكيلو هذاك اللي متعودين ديما نشرو منه الغله فهمت من عش عادي هذا ولا ما هذاك هو ظهر لي من عرض كنت قبل الحارة بخمسة آلاف الألمس الهندي الأحمر هذاك حسيلو هذا هو الكسكسي عملته نجيبة يعطيه الصح والطاجين بنين بنين يهبل حتى الفلفل مسير عطاته لي ساشي وين نحيت رو فما حاجات تحتيهم لي نجيبة قبل ما نروح نفركس إذا حطت لي قف فيه فطور أعفر مشخشخ من حاجة أخرى يا فلفل مسير يا ريقوتا يا جبن أقسم بالله نحيهم ونبعني نقول هذا فطورك انت الصباح نجيبه واعطي منه كانت نجم امي تاكل تنجم تاكل خاطر امي عندها حاجات تاكل وحاجات لا حسيلو واليوم هما تاكيك قلت لها نجيب فطورك بالليله تعطيهم لي ورجعت من الفرجيدير تو خلطت لسليمان نلقى حطت لي الريكوتا وحطت لي الجبن والفلفل المسير ونحيت لها حك هريسه قلت لها اقسم بالله هي شاريه في الهريسه عندي حك مسك شكون كيف خيتنا اللي شكون عنده خيك وخيتنا ربي يفضلها وربي يعطيها على قد قلبها هز امي ربي يعوضها دنيا واخره ربي يعوضها اللي ما شافتوش في الدنيا ان شاء الله تشوفوا في اخر عمرها وفي الاخره زاد الزوز يا رب العالمين تكرمها محنينا وخيتي حنينا وخيتي علاش نحبوها احنا تهزنا وتحب لنا كل حاجه الباهيه وما تحبش فينا ربي يبارك لها ان شاء الله وربي يجازيها كل خير علينا يا رب العالمين انا متاكده برشا اخوات كيما اخوه كيما اخواتي كيما نسى اخواتي حاسين نقول لكم توا وفي فيديو لوميزي في البركه قصير المحله باش يهبط اليوم العشيه نهار المولد في العشيه على الاقل خير ما فماش فيديو بالكل باهي الملتقانا ان شاء الله فيديوهات اخرى احسن ونقول لكم دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.